أجواء كبيرة برشا السيد، جمهور الشبيبة فرحان، أجواء في حجرة الملابس، وأكيد رئيس الهيئة التسييرية اليوم زاد أكيد فرحان بانتصار الشبيبة القيروانية، انتصار ثاني على التوالي فوق الميدان، 7 نقاط ومركز أول. أكيد سي مراد مبروك الانتصار أولا للشبيبة، أداء ممتاز رغم الطقس اليوم والريح، شبيبة القيروان تنتصر من مستقبل وادي الليل للشبيبة في المركز الأول 7 نقاط. الحمد لله انتصار ثمين، انتصار مهم، انتصار ثاني على التوالي. كنا تحدثنا مع اللاعبين قبل بداية البطولة اللي راهي المنافسة مش تكون صعبة، الفرق الكل مستعدة، ما فيهاش مقابلة تربح قبل ما تلعب. عاولنا كثير على مقابلات داخل ملعبنا يعني في القروان، لابد من تحقيق العلامة الكاملة. الحمد لله اللاعبين كانوا شاعرين بالمسؤولية، كانوا متمسكين، قدموا مردود كبير، فما بذل فما عطاء. الحمد لله انتصار ثاني للشبيبة حاليا في المرتبة الأولى، ان شاء الله من حسن الى احسن، ننزلوا على نفس المنوال وكل مقابله وحقيقتها، توا نفرحوا وغدوه نبداو نحضروا مقابله الاسبوع القادم ضد المحمديه، وان شاء الله الفريق يحقق انتصار جديد بيت باي بيت كما يقولوا، واحده واحده ان شاء الله فريقنا في اتجاه صحيح، فريقنا يعرف شو يعمل، قاعدين نحضروا قاعدين نخدموا بصمت، الاطار الفني مش مقصر، اللاعبين الاطار الاداري، نشكر كل من ساهم في تحقيق النتائج الايجابيه بالعمل تكاتف الجهود بدعم الجماهير اللي كانت غايبه اليوم، واللوم عليها عتاب يعني لطيف اللي الشبيبة محتاجت لهم في الوقت الحالي، نطلب دعم جماهيرنا، راهو مش عزيز على الشبيبة باش المحب يجي يقطع تذكره في 7 دنانير و10 دنانير، لانه عندنا التزامات مع اللاعبين مع الاطارات الفنيه في 3 فروع، ويعرفوا الوضع الكارثي المادي اللي تعيشه الجمعيه، نعولوا على تفاهمهم وعلى دعمهم ومحبتهم للجمعيه، قدرة ربي بدعم الجماهير بالتفافهم مع الجمعيه، شبيبه ان شاء الله في نهايه الموسم تكون في الرابطه المحترفه الاولى. شكرا لك، هذا كان سي مراد بلكح رئيس الهيئه التسييريه للشبيبه الرياضيه القيروانيه اللي لخص كل شيء عتاب لجماهير الشبيبه. اكيد يعني الجمهور اليوم المحب الوفي اللي واكب المباراه كنا نتمناو يعني باعداد كبيره، هو ما هوش مبرر عبد الله، لكن ربما واحد لاعبي الشبيبه يا سيد اللاعب شبيبه القيروان اللي اليوم للاسف يعني خرج بسبب اصابه، عبد الرحمن الربعي مباشره على موجة اذاعه تفهم، انتصار مهم للشبيبه طبعا في البدايه تمنى الحاله الصحيه يعني. والله يا ساعة أول حاجة الحمد لله انتصرنا اليوم معنا بعد تعب كبير، وتشوف فيه الولاد كل تعبوا معنا ماتش كبير، الحمد لله اليوم في الصدارة إن شاء الله نكملوا هكا. بالنسبة للإصابة إن شاء الله تكون نهار الاثنين نعملوا الفحوصات الطبية اللازمة وقدرة ربي لا بير، وإن شاء الله أخويا نكملوا هكا وإن شاء الله ربي معانا وهكا، وإن شاء الله سنة عام تلوع بقدرة ربي. باه يا ربعي قول له البريم يا ربعي اسمع فيك السيد يا ربعي وينو البريم تاع الربح يا ربعي هو اكيد قاعد يتفاعل معاك السيد ترابلسي من الاستوديو اكيد فقط للدعابه فقط للدعابه الشبيبه اللي ان شاء الله السنه الامانه ترجع لبلاصتها وان شاء الله نعدوا موسم ممتاز ممتاز على شكرا لك هذا اللاعب الشبيبه القيروانية كما تعرف السيد اجواء كبيره وين حجورات الملابس ننتظروا على الاقل ناخذوا مدرب الشبيبه او المساعد نتاعو محمود الدريدي او حلمي حمام كما تعرف انه دخل محمود الدريدي في حجورات شبيبه القيروان من اجل يعني اخر يعني خليني توصيات اخرى بعد ما فات المباراه شفنا انه المدرب توجه لبعض لاعبي الشبيبة القيروانية وقاعد يتحاور معاهم كما سمعت انه عبد الرحمن الربعي نهار الاثنين باش يقوم بالفحوصات الطبية كذلك احمد الفلزاني ان شاء الله يكون يعني ما فماش اصابة تتطلب راحة للاعبي الشبيبة اللي قدموا ان شاء الله يكونوا حاضرين للمقابله القادمه ضد مستقبل المحمديه، هذا اهم حاجه، خاصه الاطار الفني حاضر مليح المقابله بالرصيد البشري مكتمل، ان شاء الله تكون المجموعه الكل على ذمه الاطار الفني. فقط نقطه غياب الجمهور عبد الله ماناش نلقاو في تبريرات، ربما اليوم رداءة الطقس نعرفوا بعض الامطار اللي نزلت ربي يرحمنا اكيد والرياح اليوم في مدينه القيروان، لكن جماهير الشبيبه الرياضيه القيروانيه في الحقيقه اذا تكون معناتها
خير سند للفريق نتاعها، لازمها تحضر على الاقل المقابلات اللي يحتضنهم ملعب حمد العواني، باعتبار انه الفريق حبينا ولا كرهنا قاعد يقوم بيحقق في نتائج طيبه، لكن غياب الجمهور هو النقطه السلبيه في مباراه اليوم. بيه تفضل عبد الله، تفضل معايا. احسن لاعب في المباراه احمد الفلزيني اللي تقريبا كمل المباراه رغم الاصابه، مشكور جدا احمد الفهزين، انتصار مهم للشباب القراني، مركز اول في بدايه صحبه النادي القربي، 7 نقاط. اكيد طمنا على حالتك الصحيه. والله الحمد لله، الحمد لله. ليه قصدي تربي نبي صحيح، معناتها ثقي في الاخر، معناتها بريسك الدرجين الاخرانيين كملتهم بريسك بثقة واحده، ما عادش نجم نقص على ثقي. الحمد لله، الحمد لله. جمعيه كي تحقق رجال وتحقق جوهريه رجال، ما تبقى كان رجال قدرة ربي، وبقدرة ربي معناتها ماشيين في الثنية صحيحة، قاعدين نخدموا على رواحنا، قاعدين نطوروا من رواحنا. الحمد لله، الحمد لله، بقدرة ربي كل شيء باش يكون معناتها مريقل، وإن شاء الله شيء خير بقدرة ربي. بالنسبة للإصابة يعني ما فماش حاجة تخوف مبدئيا؟ مبدئيا معناتها فما وجاية صحيح، إن شاء الله نهار الاثنين نعمل إيكو، وإن شاء الله بقدرة ربي نحن نقول إن شاء الله لاباس. شكرا ليك أحمد الفلزيني اللاعب الشبيبة الرياضي القروني، دائما في انتظار السيد خروج مدرب الشبيبة أو مساعد الشبيبة القرونية. تعرف تقريبا كل الصحفيين متواجدين أمام ينتظر في خروج الشبيبة القرونية في انتظار خروج المدرب أو مساعد المدرب على الأقل. ناخذ تصريح من محمود البريدي او حلم حمام كما قال فقط يا عبدالله، وقت اللي يكون معك محمود الدريدي راهو تقدم بوعد في المباشر انه بعد مباراة اليوم ضد مستقبل وادي الليل باش يكون ضيف معنا ان شاء الله بعد الانتصار، وهو تحقق الانتصار ان شاء الله يكون عند وعده وينزل ضيف مكرم مبجل على موجات الحياة فيهم، وعلى الاقل خلي جماهير الشبيبة الرياضية القيروانية تاخذ التفاصيل الكل بعد المقابلة متاع اليوم. تفضل عبد الله. باش نسمع هو تصريح محمود الدريدي بعد ناخذه مباشره على اذاعه الحياه تفهم. في انتظار ايش قلت؟ اول حاجه نحن قلنا من اول الموسم واللي بدينا التحضيرات اللي كونوا نحن مش ناخذوا ماتش بار ماتش، نحبوش نعملوا ضغط على اللاعبين نتاعنا، عندنا جروبيه قاعدين نخدموا قاعدين نتصور ان شاء الله ربي يسهل في كل ماتش يوم فاني قوتي الماتش باش نربحه باذن الله. والله بالنسبه لي اليوم جيريا روبروشي بالنسبه للاعبين نتاعي، على خاطر سير انا كنت فما برشا ريوسيت في بالاريتي مع معاهم الريح دون بروفيتي الحقيقه مع الماتش، معناها فما وضعيات كنا اوبليجي بار دي شونجمون في معناتها البليسور، في معانا عبد الرحمن الربيع خرج سير بليسور في راديكور اللي خاطر عبد الرحمن ما بداش معانا التحضيرات من اول العام، وعنده تقريبا بالضبط شهر من اللي بدا معناتها معانا، دونك يل مونك دو شارج دونترينمون. فما تعب بالنسبه للترابلتي اللي في انتي غرونيكور، ثم زاد الفالح مالوريزمون زاد اللي معناها ديزون قلنا احنا اللي كونوا الشونجمونات تاعنا اليوم اون ديزا في معناتها بار اوبليكاسيون، فما اوبليكاسيون تاع بليسيور تاع فاتيك تاع ريكروس، نحن قاعدين في مرض كبير معناتها في السوا في الماتش اللي فات ولا هذا قاعدين نجريو مليح في التيران، الطريقه اللي قاعدين نلعبوا بها تخلي اللاعبيه في كل لحظه قاعدين يبريسيو وقاعدين نجريو، دونك نحن في بكل الحالات نحاول نعالج الوضعيات هذية باذن الله، قاعدين في كور باهيه سير البلان فيزيك وسير البلان تكتيك، وربي وفقنا ان شاء الله. انا بالنسبه لي ندعو الجماهير باش تلتف على الفريق ويدعموه مورالمون وماتريالمون، على خاطر الاداره قاعده تجتهد، لكن كمان معناتها ايد واحده ما تتفقش. احنا جيتكا جمعيه كبيره بلاد عندها تقاليدها، جمعية عريقة وما تساومش في أرضية ميدانها وما تساومش في كل بطولة تلعب فيها، دونك لازم نلتف ونعاونوا محمود الدريدي ولا غيره ولا سون دي دون باش نبقوا واضحين. النجم هنا معناتها أي واحد ينجم يكون موجود، لكن الشبيبة ما يكون موجود من بعد يمشي، لكن الشبيبة ديما تبقى موجودة بإذن الله. دونك انديبوندامون من الأسماء خلينا ندزوا وراء الفريق هذا، ونا لا شونس اللي عندنا فريق باهي قاعدين نخدموا قاعدين نتطوروا، دونك أنا نقول معناها ان شاء الله تعاونونا معناتها بالسوتيان مورالي ماتريال. محمود الدريدي، محمود مباشره اذاعه الحياه فهم،
مبروك عليك الانتصار. بالنسبة للشبيبة الرياضية القرونية أكيد كنت تحكي تغييرات كلها اضطرارية. الشبيبة قدم شوط أول ممتاز جدا، زوز ضربات جزاء كان حرمنا منهم الحكم. شوط ثاني سيناريو نادي بمبلا في العشر دقائق الأولى الشبيبة تدخل بقوة وتسجل زوز أهداف، يعني الدقيقة الأولى رغم قوة الريح وكما قلت أنت المخالفة اللي سجلت بها فريق مستقبل وادي الليل، لكن الشبيبة الأهم ثلاثة نقاط مركز أول سبع نقاط، واللاعبين اللي يعني أصيبوا مع يعني التغييرات الأخيرة مع بقاء زوز لاعبين يلعبوا بسبب الإصابة، ما نجم نقولوا كان برافو للاعبين هذوما اليوم. وكما قلت انت في الأخير عتاب على جماهير الشبيبة الكبيرة. لا ماهوش عتاب، انا ما قلتش عتاب، انا قلت اللي الجماهير يرحم والديهم اليوم جاءوا ودزوا الحقيقة مع الجماهير مع الفريق، اما مش انا مش نعاتب، انا مانيش مؤهل باش نعاتب الجماهير، معناها جمهور عريق كيما الشبيبة مانيش مؤهل باش نبداو واضحين، لكن انا ندعو باش يلتفوا على الفريق اللي اون لا شانس. قلت لك عندنا فريق محترم فنيا نجموا نحن ننافسوا في كل مباراه، ما نحبش كيما قلت لك انا نحكي على مرتبه اولى ولا مرتبه ثانيه ولا 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 فصوع فور لو مومون، انا مازال بكري، احنا خلينا نخدموا، خليهم الوليدات قاعدين يتطوروا، قاعدين كل ماتش قاعدين نطبقوا، يعطيهم الصحه لوميليت معناتها اللي توتال بور لي جوار، قاعدين يقدموا في مرض البطولي والرجولي ويطبقوا كم يلفو، وهذاك هو كما قلت انت معناها في لونتام دو لازيم ايتون كنا معناتها ديسيدي باش نسجلوا باش نحاولوا نسهلوا المباراه علينا، والحقيقه قرينا كمان باغي المباراه اللي كونوا الفريق مش يجي مش يحاول يضيع الوقت، نعرفوا الفريق وادي الليل معناها سي تري بون ايكيب، ايكيب شيفروني عندها اكسبيريونس دي جوار معناتها لاعبين برشا كوره ويعرفوا كيفاش يجاريوا المباراه هذيا، هوروزمون توفقنا توفيق من عند الله الحمد لله، ان شاء الله نواصل بالطريقه هذه. محمود في الاخير يعني انت كنت في يعني تدخل في احد الحصص الرياضيه في ذات الحياه فهم، قلت ان شاء الله بعد مقابله ود الليل وعدتنا باش تكون موجود معنا في الكاتو ذات الحياه فهم. اي ما انا اخويا على ذمتكم معناها ان شاء الله معناها تسمح الفرصه ونجيب حذاكم خويا بريتو اذاعه معناها في من الجهه ونحن ما عندنا حتى مشكل باش نكونوا متواجدين ان شاء الله اذا سمحت الفرصه نكونوا متواجدين. دعوه في المباشر غدا فما في ذات حياه ذات الحياه باذن الله ان شاء الله اذا سمحت فرصه مش يا محمود يا محمود ما نعرفش محمود في الاستماع ولا اذا الحياه تفهم سيدة في الاستماع محمود الدريدي. محمود مرحبا بك، ألف مبروك الانتصار يا محمود، وراو ما نعرفش احنا طالع خير عليك ميساج حتى تكلم بالتليفون قبل كل مباراة ميساج خلينا ننتصر محمود، إن شاء الله أكيد تكون ضيف بحذانا محمود الدريدي، نباركولك مرة أخرى. على كل حال المهم حصول انتصار الشبيبة الرياضية القيروانية في مباراة اليوم على مستقبل واد الليل، انتصار يخلي الجي اس كا في صدارة المجموعة الأولى برصيد سبعة نقاط مع النادي القربي اللي بدوره حقق انتصاره في اللحظات الأخيرة على أمل الركبة بنفس نتيجة 2-1 هزيمة جندوبة الرياضية في رادس، اللي الفريق هذا ما يبقاش مع ثلاثي الموجود في كوكب الصدارة الشبيبة والنادي القربي اليد في اليد بسبع نقاط تزوز في رقة ذومة في صدارة المجموعة، كما كان يحكي من محمود الدريدي مازال بكري على حديث على الصعود وإلا على صدارة المجموعة، يقول لك أنا نحضر كل مباراة وحدها وما نخليش ضغط يكثر على اللاعبين نتاعي، كلامه معقول ومنطقي جدا. إن شاء الله جماهير الشبيبة الرياضية القيروانية أكيد حتى نعاتبوها ونلوموها راهو من باب الغيرة والحب لها، نعرف جماهير جي اس كا ما تبخلش بقطرة عرق وحيدة وإلا ما تبخلش على الفريق امتاحها، أنا لقيت مبرر ربما ينجم يكون واقعي شوية، اليوم الدنيا باردة شوية ثم شوية ريح شوية مطر، ربما خلى جماهير الشبيبة الرياضية القيروانية ما تكونش بالأعداد اللي عودتنا بها في ملعب حمد العواني، إن شاء الله المقابلات القادمة تأكد أنها جماهير وفية بما في الكلمة من معنى وتكون خير
خير سند وخير دعم معنوي من المدارج للشبيبة الرياضية القيروانية. هكا نكون وصلنا لختام البلاتو سبيسيال اللي انطلقنا فيه تقريبا ماضي ساعتين متاع النهار، وخصصناه لمتابعة مقابلة الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي انتهت بانتصار الشبيبة 2-1 ثنائية أحمد الفزاني في دقيقة 46 وأحمد الترابلسي ضعف نتيجة في دقيقة 53 من ضربة جزاء. فقط حبيت نقول كذلك أنه فريق أكابر كرة اليد بالشبيبة الرياضية القيروانية كان اليوم في تنقل لمواجهة أولمبيك مدنين في قاعة مدنين لحساب الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني ب لكرة اليد، مباراة كان حسمها تعادل 30-30. كل الشكر موصول للزملاء اللي أمنوا لكم حصة اليوم، محمد سيف الدين بولعريس في الإخراج الرقمي، أيمن ليقا في الإخراج التقني، مدام سوسن في تنسيق المكالمات الهاتفية، كيف كيف الزملاء الكل، سيدة ترابلسي من قدام الميكرو. قلكم متابعة طيبة لبقية برامج الحياة فام. قبل ما ننسى زميلنا عبدالله عطية الصحة في الوصف والتعليق واللي أمننا الحوارات ما بعد المقابلة، كيف كيف محللنا الفني شكري باللكحل اللي رافقوا اليوم طوال المقابلة. دمتم أوفياء على موجات الحياة فام. باي باي في الأمان الناس الكل.